حضرت له ملحق ما حضرتلوش قوي بصراحه، لان انا قريت الورق مكتوب جميل جدا، وانا اوريدي عامله الشخصيه دي من 18 سنه. كل اللي كنت محتاجه ان انا استرجع الشخصيه ونشوف شكلها الجديد عامل ازاي. وكلمت كتير مع استاذ علي ادريس ومع استاذه زينب لحد ما وصلنا للتطور يبقى عامل ازاي. ايه راي حضرتك في مهرجان الدراما الجديد في عالمين السلام؟ لا سعيده جدا، المهرجان بيتقدم كل سنه، وكل سنه بيتقدم بشكل احلى وافضل، وسعيده جدا بال يعني الاستعدادات جميله جدا، وباين ان في افورت كبير.